مرحبا بكم في المتحف الفلسطيني في بير زيت في فلسطين. أتمنى لكم ولأحبائكم دوام الصحة والعافية أينما كنتم. والمتحف الفلسطيني كذلك يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من فيروس الكورونا. وفي ظل هذه الظروف نود أن نشارككم بعض الأخبار. أولاً طبعاً المتحف الفلسطيني ومنذ افتتاحه قبل 4 سنوات كمتحف عابر للحدود ومواكب لتقنيات العصر، هو يتخطى باستمرار كافة الحواجز وعقبات التنقل والحركة الحرة من خلال برامجنا الرقمية المختلفة ومن خلال منصاتنا الإلكترونية المتعددة. لذلك نحن على ثقة أننا سنتغلب على الظروف الحالية كذلك. لذا نعمل الآن على إعادة إخراج كافة نشاطاتنا المبرمجة بشكل إلكتروني لتقديمها لكم على كافة منصاتنا الإلكترونية، فتابعونا في الأسابيع المقبلة على هذا الموقع وعلى هذه المنصة. سنبدأ جولتنا إذن في غرفة المجموعات لنتعرف على القطع الأصلية، ثم سنتابع في الرواق الزجاجي للمتحف الذي يعرض مختارات من هذه المجموعة التي تحمل عنوان عرض مدى البرتقال. فرافقونا وتابعونا دوما. شكرا. احنا موجودين هلا بغرفة المجموعات التابعة للمتحف الفلسطيني، وهي الغرفة مجهزة بتجهيزات بمواصفات عالمية من حيث المحافظة على المجموعات المتحفية من ناحية التحكم بالحرارة والرطوبة وبطريقة التخزين اللي موجودة في المتاحف المختلفة في أي متحف في العالم. في عنا الريلز اللي بنحفظ عليهم الأعمال الفنية، الأعمال الفنية طبعاً اللي إلها فريم تنحفظ بهاي الطريقة، بتم تعليقها على الريلز وبتم الحفاظ عليها طبعاً مع التحكم بالحرارة والرطوبة بشكل دائم لمدة خلال 24 ساعة دائماً. وعندنا الرفوف العادية اللي هي موبايل شيلفينج بسموها، المتحركة اللي بنحفظ عليها المجموعات بصناديق خالية من الأسيد اللي هي أسيد فري كرتون للمحافظة على القطع الموجودة. المجموعات الموجودة في المتحف الفلسطيني هي مجموعات جديدة، يعني احنا مجموعاتنا حديثة وعمالنا بننمي وبنكبر المجموعة في المتحف الفلسطيني من ناحية أعمال فنية بتم التبرع فيها من خلال المعارض اللي عم نعملها، وفي تبرعات لأعمال فن مجموعات تم التبرع فيها من كوليكترز، يعني من جامعين. وأهم هاي المجموعات هي مجموعة علي قزق اللي تبرع فيها بال 2016، وهي مجموعة بتتكون من 621 قطعة، 540 بوستر، 19 لوحة، 19 صورة، 52 لوحة من الأعمال الفنية. هاي المجموعة احنا بنحفظها كمان الأعمال زيها زي الأعمال الفنية اللي مش موجودين بإطار. هاي المجموعات موجودة بالجوارير هون، محفوظة كمان ورق خالي من الحموضة، بيتم التعامل معها بفردها بحيث يتم الحفاظ عليها مفرودة عشان نحافظ عليها. هاي المجموعة تم أخذ جزء منها للمعرض الأخير مدى البرتقال، تم اختيار جزء بسيط منها من المجموعة للمعرض الحالي الموجود في المتحف الفلسطيني، واستخدمنا بعض هاي اللوح البوسترز، هاي الملصقات اللي كانت موجودة كمان في المعارض السابقة للمتحف الفلسطيني زي معرض تحيا القدس وغزل العروق. وهذا أهمية هذه المجموعة، إنها بتضم أربع زي ما حكينا 540 بوستر تحكي حكاية الثورة الفلسطينية من 1970 تقريبا ل 2010 بمراحل مختلفة.
يبحث عن مدى البروتوكول بتمثيلات الجغرافيا والأرض والطبيعة الفلسطينية في عدد من الملصقات السياسية الموجودة ضمن المجموعة الدائمة للمتحف الفلسطيني واللي عددها 540 ملصق. يحاول مدى البروتوكول فكرة المشهد الطبيعي والتغيرات اللي شهدتها جغرافيا فلسطين، تتمثل أحياناً بفوتوغرافيا المستشرقين وأحياناً كجغرافيا مفقودة وأحياناً كحلم. بحاول هذا العرض طرح ارتباطات بين أساليب وطرق التمثيل البصري المختلفة للمشهد الطبيعي في الملصق السياسي فكرياً وجمالياً، وعلاقتها المتذبذبة بالمشروع السياسي والظرف التاريخي. لهذا العرض تم اختيار 32 بوستر موزعين إلى 7 أقسام. تم اختيار هاي الأقسام أو تقسيمها حسب الموضوع أو الإيكونوغرافي أو الرمز البصري، وكانت هاي الرموز والمواضيع دايماً مرتبطة بالمشهد الطبيعي. اسم العرض مدى البرتقال تم استلهامه من مذكرات الشاعر الفرنسي والناشط جان جيني اللي بيحكي فيها عن رؤية الأضواء الجليل في المدى من الحدود الأردنية أثناء تخييمه مع الثوار الفلسطينيين أوائل السبعينات لما انضم للثورة الفلسطينية. هون بنشوف المجموعة الأولى بعنوان بذور التحرر. المجموعة هون تعرض موضوع الزراعة وتمثيلاته داخل الملصق السياسي. بفقداننا الأرض ووسائل الإنتاج ومصادر الثروة الذاتية اللي وفرت لنا الاستقلالية والاستدامة مع حلول النكبة عام 1948، فقدنا كمان جزء مهم من هويتنا كمجتمع زراعي وفلاحي في الغالب. وبهي المرحلة شافت منظمة التحرير الفلسطينية بمختلف فصائلها الزراعة كأداة مقاومة لا تقل أهمية عن المقاومة بالسلاح، واستلهموا من الثورات الزراعية بإيرلندا والصين وخاصة الأحزاب الفلسطينية اليسارية. صدرت عدة ملصقات حول ثيمة الإنتاج الزراعي من مؤسسة صامد وغيرها. أسست منظمة صامد منظمة التحرير في العام 1970 لتكون نواة للإنتاج الاقتصادي والزراعي وكيان بيوفر فرص عمل للفلسطينيين خارج حدود فلسطين. المجموعة الثانية النضال كفعل مؤنث. تمثلت صورة المرأة في الملصقات السياسية بشكلين مختلفين. مرة كانت صورة امرأة معاصرة عاملة أو مقاتلة أو صاحبة دور من الأدوار اللي بتمارسها للمساهمة في بناء فلسطين والمشاركة في الكفاح المسلح بشكل مستقل ومتساوي مع نظيرها الرجل. ومرات تانية كانت تمثل بصورة مثالية تطفى عليها هالة من القداسة، فيتم تمثيلها كأم ترتدي ثوب مطرز ويقتصر دورها على دعم النضال أكثر من كونها عنصراً فاعلاً فيه. في هذا التمثيل معظم الوقت كانت الأم تمثل فلسطين أي الوطن الأم، واختلفت هاي التمثيلات باختلاف الحزب اللي قام بتصميم الملصق. فالأحزاب ذات الفكر اليساري استخدمت التمثيل الأول حصرياً تقريباً، بينما استخدمت غيرها من حركات التحرر الوطني التمثيلين فئان معاً، وتحولت بعض الملصقات اللي ظهرت فيها نساء مناضلات إلى أيقونات ثورية كملصق بيحمل صورة المناضل ليلى خالد. المجموعة الثالثة رد البرتقال. استعيد البرتقال كعنصر إيكونوغرافي أو رمزي خاص بالهوية البصرية الفلسطينية بعدما تم تسويق برتقال يافا كمنتج إسرائيلي، وظهر هذا المنتج في العديد من الملصقات الصهيونية التجارية بشكل مبكر منذ منتصف العشرينات من القرن الماضي. لاحقاً ظهر البرتقال كرمز وطني في لوحات وملصقات صممها سليمان منصور وجمال أفغاني وغيرهم من الفنانين الفلسطينيين. وهناك ظهور آخر للبرتقال داخل الملصقات السياسية على شكل البرتقال الفاعل ككناية عن الهوية المعاصرة المكافحة في حينه، فاستخدم في الملصقات كسلاح. مرات منشوفه بهدم جدار ومرات بكسر سكين، كما في ملصقات صممها مارك رودن وهو مصمم سويسري، وبعض ملصقات المصري حلم التوني. بالمجموعة الرابعة بعنوان فدائي، أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية العديد من الملصقات اللي بتزاوج بين صورة الفداء الملثم وسلاحه والمشهد الطبيعي الفلسطيني، وتربط بينه وبين الجذور والشجر والشمس وعناصر أخرى كثيرة من المشهد الطبيعي كنوع من تأكيد فكرة أن استعادة الأرض تأتي عبر النضال
وكوسيلة لتأكيد ارتباط الفداء العضوي بالأرض اللي بقاتل من أجلها. المجموعة الخامسة بعنوان الدمار كمشهد. فقد اللاجئ الفلسطيني بعد تشريده من أرضه بعد النكبة علاقته البصرية المباشرة بالمشهد الطبيعي الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية، واحتل مشهد لا طبيعي آخر وجدانه، يتمثل بخيم اللجوء وإسمنت المخيم والمجازر البشعة التي اقترفت بحق الفلسطينيين، وخاصة خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي للبنان في الثمانينيات. صدرت الكثير من الملصقات التي وثقت لهذه المجازر ولهذا المشهد اللا طبيعي الجديد. في المجموعة السادسة فلسطين تتجلى، تم تمثيل المشهد الطبيعي الفلسطيني في الكثير من الملصقات بطريقة جذابة وأحياناً شاعرية لتضفي صورة طوباوية عن فلسطين في وجدان الفلسطينيين في الشتات، كما صدرت عدة ملصقات حول الطفولة المسلوبة وأخرى لفلسطين بعيون الطفولة وما يمثله المشهد الطبيعي بعيون الأطفال. وهكذا أضحى المشهد الطبيعي في المخيال الفلسطيني نقيضاً مقاوماً لمشهد الدمار الواقعي المحيط. المجموعة السابعة زهر وحنون. داخل هاي المجموعة تم استعادة رمز إيكونوغرافي آخر بعد استعادة رمزية البرتقال، وهو رمز شقائق النعمان، ترمز ظهور شقائق النعمان في تراث الكثير من الشعوب إلى الموت. وردت الزهرة في عديد من الأساطير، منها أسطورة الإله الكنعاني أدونيس، وردت أيضا في الشعر، واستخدمت هذه الزهرة مجددا كعنصر تجديدي في الهوية البصرية الفلسطينية في ذلك الوقت، وساعدت في خلق لغة بصرية تخص الفلسطينيين. أما عن معناها في الموروث الشعبي فهي ترمز للدماء والشهداء والحب. استخدم هذه الرمزية الكثير من الكتاب والشعراء الفلسطينيين منهم محمود درويش في قصيدة نزف الحبيب شقائق النعمان.